السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نقدم لكم واحد الكيكة كتجي سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة موجودين في كل مطبخ. في الكاس ديال المولينكس تنديرو كاس ديال الحليب، الماء، كاس السكر، وكاس ديال نص كاس الزيت، ونيدو وكوبل. ديالنا هو هذا، كنقصو منو كاس وتنخليوه، كنزيدو جوج بيضات كنبداو نزيدو الطحين. كندير المول ديالنا الزبدة والطحين، وكنكوى فيه الخليط، ديالنا هي هادي، تنديرها في الفران بارد ملي طيب نوريها. الكيك ديالنا هو هذا، يجي زوين ومشفش ورطب. تنشدو الكاس اللي خلينا ديال الشوكولا، لهذاك الكاس اللي خلينا يمكن لكم تزيدوا دانيت الشوكولات ولا تذوبوا شويه الشوكولات وتزيدوا الا بغيتوا لاصوص تجيكم بزاف. انا كيعجبني شويه ناشف، تيجي روعه، تيجي زوين بزاف. الا بغيتوا تزيدوا ليه دانيت الشوكولات ولا شويه الشوكولات مذوب، كتكثروا لاصوص شويه وفي نفس الوقت المذاق وهذا كيجي رائع. بصحه وراحه. الكيكه ديالنا هي هذه، بعد ما زوقتها بشويه ديال لي زاموند افيلي والحبيبات الشكلاط الفيرميسيل، المنظر ديالها كيجي زوين والمذاق ديالها روعه هائل. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.